تعتزم لجنة العلاقات الخارجية النيابية تضييف وزير الخارجية محمد علي الحكيم للوقوف على حقيقة الأنباء التي أفادت بزيارة 3 وفود عراقية إلى إسرائيل. عضو اللجنة عامر الفايز قال أن الاستضافة ستبحث حقيقة الزيارة بالإضافة إلى العلاقات الخارجية مع دول الجوار وما أفضت إليه الجولات الرئاسية إلى هذه الدول، وأضاف أن الجلسة ستناقش أيضا الانسحاب الأمريكي من سوريا وتبعات ذلك على العراق وأمنه.